وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيد عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب. بعد التحية سعادة النائب، ما هي أهمية عقد ورش التطلعات المستقبلية وانعكاساتها على تطوير العمل الحكومي؟ مرحبا، مساء الخير. بالنسبة للورش اللي تعقدها الحكومة الموقرة بالنسبة لشرح الوضع الاقتصادي والمالي في البلد، أعتقد يعني باتت على جانب مهم جدا من الأهمية، بحيث أن هذه الورش تفصح للرأي العام بشكل شفاف وواضح الأرقام والحقائق اللي تدور حول الوضع المالي والاقتصادي في البلد والسياسات النقدية المتبعة، وفي نفس الوقت أيضا يعني تشيع نوع من الأريحية عند المواطنين أن هناك متابعات من قبل الحكومة الموقرة لملفات اقتصادية ومعيشية ترتبط وثيقا مع الوضع الاقتصادي للمواطنين والمعيشة أيضا. أنا بالنسبة لي هاي الورش طبعا مفيدة، لأن احنا تعودنا من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء ولي العهد الموقر وحكومة الرشيدة على الكثير من المتابعات بشكل مستمر بالنسبة للملف الاقتصادي والمالي، واحنا نعتبر أن هذه الملفات يجب أن تتبعها خطوات من قبل الحكومة الموقرة لأيضا دراسة انعكاس ذلك على المواطن البحريني ومدى الاستفادة من الوضع المعيشي الاقتصادي يعني المتطور، وزيادة أسعار النفط الفترة الأخيرة، وأيضا العوائد غير النفطية المرتفعة بنسبة 57% والتي تم الإعلان عنها أمس. هذه هي العوائد يتوقع المواطن أن تنعكس عليه إيجابا، وهذا لن ينعكس إيجابا إلا إذا كان هناك برنامج حكومي أيضا موازي للبرامج المعلن عنها والورش المعلن عنها، بحيث تتم مراجعة سياسات الدعم وسياسات يعني الأسعار بين فترة وأخرى وعمليات التضخم في الأسعار اللي حدثت في البحرين والعالم ولا زالت مستمرة. أعتقد المواطنين يتأملون خيرا من أن هذه الأرقام يجب بطريقة أو بأخرى يجب أن تنعكس على تحسين أوضاعهم المعيشية والاقتصادية، وأيضا على زيادة فرص العمل بالنسبة للمواطنين بشكل حقيقي وفاعل. شكرا لك. نعم، سعادة النائب عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.